الاعتداء وآخر التطورات. مساء الخير لارا. إذا انتشر فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أظهر إشكالا حصل فندق الانتركونتيننتال هنا في كفر دبيان حيث نحن متواجدون الآن. طبعا نحن كنا تحدثنا مع مدير الفندق وبعض القيمين والموجودين في الداخل، ولكن منعنا من التصوير في الداخل أو حتى بالقرب يعني من الفندق. نحن توجهنا لأقرب منطقة بنقدر نصور فيها هون حد فندق الانتركونتيننتال. في التفاصيل لارا أنه يوم الجمعة توجه نجل النائب فريد الخازن إلى هنا إلى فندق الانتركونتيننتال ومنع من الدخول حسب يعني المعلومات التي لدينا، انه اسباب المنع انه هو قاصر وايضا ما كان في اماكن شاغره بالفندق، لذلك تم منعه، ولكن حصل اشكال صغير لم يتطور وتم فض هذا الاشكال بسرعه. اما في اليوم التالي يوم السبت يعني يوم امس توجه مرافق الخازن مع احد ابناء البلده الى هنا، ابناء بلدته يعني من الى هنا الى الفندق وبعض الاشخاص يعني الاخرين، و يعني صار في إشكال هون وتضارب كما ظهر في هذا الفيديو، ولكن لم يكن هيكل أي ابن النائب فريد الخازن متواجدا معهم في هذا الإشكال. طبعا صدرت بيانات من الجهتين، رح أختصر بيان الفندق اللي قال باختصار أنه حضر عدد من العناصر غير المنضبطة من غير نزلاء الفندق وقد قاموا بافتعال إشكال على خلفية خاصة، وهذا الإشكال بحسب البيان أنه تم فضه بسرعة. أما المكتب الإعلامي للنائب الخازن خازن قال وكان بهمه التوضيح أنه باليوم التالي يعني مش الجمعة، السبت يعني يوم أمس توجه شقير برفقة عدد من أبناء بلدته اللي هو مرافق النائب الخازن، نعم، وأبناء رانا منطقة كسروان إلى الفندق ليحصل التضارب والتكسير بينهم. فإذا يعني في حصيلة هذا الإشكال ما كان في خسائر مادية ولا خسائر بالأرواح ولا أي شيء، وما كان يعني ما تطور هذا الإشكال. مثل ما علمنا من الطرفين أنه هلأ في هذه الأثناء واليوم تم حل هذا الإشكال وتم فضه، ويعني الطرفين راضين على بعض إذا فينا نقول، وما في أي يعني ما تطور أكثر من هالقد. طبعا رغم كل هذه المشاهد إذا فينا نقول السلبية نوعا ما، فينا نرجع نذكر إلى أنه موسم التزلج مفتوح أمام اللبنانيين والسواح والأجواء طبيعية جدا في هذه المنطقة. شكرا لك يا زميلة رنا عبود. جولة على المشهد الاقتصادي مع الزميلة رنا عبود.